السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. متخيل اسكندرية، أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة قرص بجنيه ونص. قرص بجنيه ونص منجم للزنك واليود والبارا امينو بنزويك اسيد، ويحتوي على 12 مكونا فريدا. معقوله؟ اه طبعا. قرص واحد بجنيه ونص في جميع هذه المكونات. طبعا حاليا في سوق الدواء المصري والعربي بل والعالمي ينقص الزنك وفيتامين سي والمكملات الغذائية التي ترفع جهاز المناعة، ولكن بحثت في سوق الدواء المصري عن زنك حتى وجدت هذه الجوهرة. ليه الزنك وفيتامين سي في سوق الدواء المصري ناقص جدا؟ أقول لحضراتكم بعد فيديوهاتنا الشهيرة عن المكملات الغذائية وفيتامين سي والزنك والمكملات التي ترفع المناعة بوجه عام، وجهت وزارة الصحة المصرية جميع إنتاج شركات المكملات الغذائية لمستشفيات الحجر الصحي، ولذلك شغل ناقص شوية في الصيدلات الأهلية، لكن عقب توفير الكميات لمستشفيات الحجر ستتوفر كميات من المكملات الغذائية داخل الصيدلات الأهلية. نرجع للقرص بتاعنا. قرص جبار، قرص جبار فعلا. طب أستعرض مكوناته. أولا يحتوي على 76.92% ملي جرام زنك، ولكن في صورة زنك جلوكونيت الذي يكافئ 11 ملي جرام زنك عنصري نقي. المكونات اهي. هذا القرص الجبار الذي ثمنه جنيه ونص 150 قرش في زنك 76.92% فيهم 11 ملي جرام زنك عنصري، يود 150 مايكرو جرام الجرعة اليومية من اليود، أيضا في منجنيز، في نحاس، والنحاس باللغة العربية ينطق نحاس، في ناس بتقول النحاس، في عنصر نحاس هو معلوش شدة اسمه نحاس. repeat after me 3 times. نحاس نحاس نحاس. بعد النحاس في حديد. بعد كده بقى نخش على عناصر فيتامين بي كومبلكس. الاسود ده فيتامين بي كومبلكس كله. اول حاجة بيوتين الهام والضروري للشعر. بعد كده سيانو كوبالاماين اللي هو فيتامين بي 12. بعد كده دال كالسيوم بانتوثينات. بعد كده حمض الفوليك. بعد كده كولين. في ناس كتير جدا بيسألني على كولين، عايزة حاجة فيها كولين، ادي الكولين اهو. في نياسين اللي هو فيتامين بي 3. في بارا امينو بنزويك اسيد اللي هو اختصاره بابا، بابا الثانية خفيفة، اللي هو بارا امينو بنزويك اسيد اللي هو يعالج شيب الشعر. الناس اللي عندها شعر ابيض بس ناتج عن نقص عوامل غذائية بتاخد البارا امينو بنزويك اسيد ومعاه نحاس بيضيع الشيب، لكن الشيب الوراثي ملوش علاج الا الصبغه. طب دي المكونات اهي، خدوها سكرين شوت اهو، خدوها سكرين شوت. تمام. 1 2 3 4 5 اسم المنتج ويكفي اسمه وشركته وجودته. هايبوتنسي فورمولا. هايبوتنسي فورمولا، ما هو سر التسمية؟
هاي يعني عالي، يقول لك دول ناس هاي، هاي قوي، هاي يعني عالي. بوتنسي يعني قوة أو شدة، قوة أو شدة، هاي بوتنسي. فورمولا يعني تركيبة، يبقى هاي بوتنسي فورمولا تركيبة في منتهى القوة. وبالنسبة للفورمولا، فورمولا تنطق فورمولا لا تنطق فورميولا، احنا مش قاعدين هنا في الغيط بنجرس جلة، لا ما اسمهاش فورميولا، اسمها فورمولا. repeat after me 3 times formula formula formula. تمام. high potency formula Arabic اهو، high potency formula انتاج شركة نرهادو، صرح مصري وطني عملاق. ما وجدت جوهرة في سوق الدواء المصري إلا وجدتها من إنتاج شركة نرهادو. فالزنكترون نرهادو، الفيروترون نرهادو، الكروميترون نرهادو، الاوكتاترون اللي مش موجود خالص نرهادو، الكالسيترون نرهادو، الميثايل تكنو نرهادو، النرها سيلدا نرهادو، التدا نيرفي نرهادو. وبعدين في نرهادو دي كل جوهرة في السوق المصري تجدها من إنتاج نرهادو، صرح مصري وطني عملاق وبكل جدارة. نرجع للهاي بوتنسي فورمولا. طيب شو ميزا برايس، سعر الشريط 11 جنيه لا 15 جنيه و42 قرش اهو اهو 15 جنيه و42 قرش. اجمالي العلبة 3 شرايط 46 وربع. طب جرعته ايه؟ قرص او قرصان يوميا حسب ارشادات الطبيب، ولا تتناول الدواء الا بارشاد ومتابعة السادة الاطباء وبكل دقة، لكن دي مجرد مكملات غذائية ليس لها اي اثار جانبية ذميمة، يعني حاجات كويسة جدا. طب هل الهايبوتنسي فورمولا هيرفع المناعة بس؟ لا، ده هيخلي البشرة جميلة جدا ونضرة، الشعر هيخليه كده طري كده وبيلمع، سيبك من الصلع، الصلع الوراثي ملوش حل. حلو، الأظافر، الهايبوتنسي فورمولا هيخلي الأظافر بتاعتك لو فيها تشقق ولا حاجة هيخليها ناعمة جدا. طبعا بيعالج الأنيميا عشان في حديد. طبعا التهاب الاعصاب بيزيل التهاب الاعصاب عشان مجموعه فيتامين ب المركب اللي موجوده فيه، وفي سيانوكوبالامين اللي هو فيتامين بي 12، يعني مجموعه عناصر في منتهى الجوده. دمتم يا رب بصحه وعافيه، ولا احتجت اي طبيب ولا اي صيدليه ولا اي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاه كثيرا على سيدنا محمد خاتم الانبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.